الآن في حي المشارقة، هذا المكان الذي بات يعرفه الجميع والذي سقطت فيه هذا البناء كما تتابعون معنا، هذا البناء الكبير والضخم والذي يوجد بداخله عدد كبير من المدنيين الذين راحوا ضحية هذا الزلزال الذي ضرب مدينة حلب المنكوبة. طبعا كما تتابعون معي الفرق المختصة عديدة، سواء كان من مجلس المدينة، من الآليات، من الدفاع المدني، من رجال الإطفاء، من رجال الجيش العربي السوري، ومن فرق الإنقاذ القادمة من الدول الصديقة والشقيقة، من تونس، من الجزائر، من ألمانيا ومن هولندا. الجميع تتضافر الجهود اليوم الرابع على التوالي من أجل إخراج المدنيين العالقين تحت الأنقاض هنا. حتى الآن تم إخراج اليوم تحديدا، يعني حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل حوالي الساعة 11:30، حوالي 15 وفية خرجوا أو ضحية من ضحايا هذا الزلزال خرجوا من الأنقاض. بداية نتحدث مع أحد الأشخاص القادمين إلى مدينة حلب من فرق الإنقاذ والإغاثة. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلي. تعرف عليك. وسام خميس، نحن جمعية ألمانية هلب دنيا، جمعية هي خيرية. نحن جينا، شو مهمتكم؟ نحن لمساعدة الناس، خيرية إنسانية، نعطي اللحف والأكل والشرب والمعاناة، شو طالبين حاجاته نحن هنقدم لأخواننا المهاجرين من بيوتهم. بتقدر تخبرنا شوي عن حيثيات هذا المكان، العدد الكبير اليوم، اليوم الرابع التوالي ما زلنا ننتشل ضحايا؟ أكيد أكيد، يعني مثل ما حكينا قبل المصاب جلل وكبير، والحمد لله أنه قدرنا ننتشل جسامين ضحايا حوالي تقريبا شيء 50 جسمان أو أكثر يزيد، 7 من الناجين. لا يزال العمل مستمر لأنه فيه باعتبار 9 فيه مفقودين. كما تتابعون معنا، فرق الإنقاذ استنفرت بعد إخراج الضحية التي كانت موجودة تحت الأنقاض، والآن تستمر الجهود لإخراج البقية. إذن كما تابعتم معنا، الآن تم إخراج الضحية 16 من تحت الأنقاض، 16 من تحت الأنقاض، بعد أن تضافرت الجهود وستستمر الجهود حتى ساعات متأخرة من الليل في محاولة لإخراج الجميع في اليوم الرابع على التوالي من الزلزال الذي ضرب مدينة حلب. تحية لكم مشاهدينا، كنت معكم أنا كنان علوش من حي المشارقة بحلب الشهباء.